مهدنات الأصايل بشعارات يا أبناء الخليج، بشعارات يا أبناء القبائل الذين حاضرين في ميدان المرموم والمقدمين الإنجازات العملاقة والجميلة والأصايل، وبحث عن الفوز وعن الناموس. نسير مباشرة لنبحر في عمق الميدان، تسيطر رسائل على مقدمة الشوط وتقود هذا المسار. عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي الذي يقدم بشاير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول رسائل على مقدمة الشوط، بينما تليها في المركز الثاني وتتقدم هنا الشايبة ياتي سعد بن طالب بن شريم المري الذي يقدم الشايبة على ثاني المراكز. أما المركز الثالث تتقدم في نوف يونوف عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري، يقدم نوف على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الطائف تتقدم لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان تتقدم على المركز الرابع. أما المركز الخامس فوصلت هنا طموح تبالها مراقبة، تبالها متابعة، ديروا بالكم منها. طموح الذي تنطلق مشاهدين العزاء بهذا الشعار، شعار المملكة القادمة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، هذه طموح. وصالح بن محمد بن عاطف الرشيد الذي يتقدم في هذا الانطلاق على المركز الخامس. السايحة تتقدم، السايحة مشاهدينا متابعينا الكرام الذي تنطلق في هذه اللحظات لراشد بن عبيد بالهلي اللي هي النصيبة. النصيبة تتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السابع وصلت في مشاهدي العزاء الرابحة سعيد بن منانة الكتبي يقدم الرابحة في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن ثامن المراكز تقدمت وصلت الطيارة أحمد بن سعيد الشامسي يقدم الطيارة، وصلت في هذه اللحظات نشوة لراشد بن خلفان بالشاوي الغفلي على المركز التاسع. والمركز العاشر اللي هي انذار لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، في شوطنا السادس مع الأصايل الذلل المهجنات الذي انطلقت بسجلها الحافل، الذي انطلقت بإنجازاتها، سجلت اسمها بحروف من نور، بحروف من ذهب طيلة فترتها العمرية، ولكنها انطلقت في هذه المرحلة في سن الحول للتنافس للتلاقي في ميدان المرموم في تحفة الميادين. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول، ولا زالت رسائل من البداية تقدم رسائل الناموس، تقدم رسائل الفوز في هذا الشوط، رسائل تسيطر على مقدمة الشوط. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي الذي يقود رسائل ويقدم لنا رسائل في هذا الصباح، تتربع على عرش المقدمة وتتصدر الحول المهجنات وتتحمل مسؤولية مسار هذا الشوط على عاتقها حتى هذه اللحظات. المركز الثاني تقدمت ووصلت نشوة كذلك بمنافساتها بسجلها وبتحدياتها. نشوة ياتي راشد بن خلفان بالشاوي الغفلي الذي قدم نشوة على المركز الثاني. أما المركز الثالث نوف المركز الثالث عبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري يقدم نوف على المركز الثالث، على المركز الثالث. المركز الرابع وصل الشعار المتحدي، ياتي مشاهدي العزاء الرابحة سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يقدم الرابحة على المركز الرابع. أما المركز الخامس غادم سعد بن طالب بن شريم المري مع الشايبة ومضمر القرن
وشعار مضمر القرن الحاضر والعايد في هذا العام كذلك بإنجازاته السابقة وبتحدياته الجميلة والرائعة. هنا تتواجد وتتقدم الطائف على المركز السادس. الطائف الطائف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. المركز السابع تقدمت فيه النصيبة راشد بن عبيد بالهلي الهاجري في هذه اللحظات، بينما العين يا العين الذي تنطلق في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه نعم العين، شكرا بو سلطان. العين وصالح بن سعيد بن علي المنصوري يقدم العين في المركز الثامن. المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام تقدمت الزبارة، وصلت الزبارة مشاهدين العزاء. حمد بن علي المري يقدم الزبارة. والمركز العاشر، هذه العاشر اللي هي الطيارة لحميد بن سعيد بن حرمل الشامسي، يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في عاشر المراكز. هذه العشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه العشر المراكز الأولى والندان الثاني للعشر المراكز الأولى في مسافة الثمانية كيلو مترات الطويلة الذي تحتاج إلى التأني، تحتاج إلى التركيز من المضمرين والمسايرين، وتحتاج إلى متابعة أمتار المسافة لاستخدام طاقة المطية في الأمتار الأخيرة في هذه المسافة وفي هذا التحدي. الأسماء متقاربة من بعضها، دليل على التنافس، دليل على التأني، دليل على الصبر والتفكير من المتابعين والمسايرين. عوده الى المركز الاول، عوده الى الزبارة، غيرت الزبارة، الزبارة غيرت إلى مقدمة الشوط. حمد بن علي بن جرحب المري تتقدم وتقود مساري هذا الشوط، تحملت مسؤوليته، غيرت وانتزعت ناموس هذا الشوط. الحق المشروع لكل مشارك بالتغيير، بالتحدي، بالرقص في هذا الشوط. سيارة هذا الشوط وناموسه الثمينة في ميدان المرموم الجميلة الذي يسجلها التاريخ، يسجلها الموسم، يتلقى منها المالك والمضمر التهاني من الإخوان في ختام المرموم في تحفة الميادين، يتمناها كل مشارك. ولكن لازال الأقرب لها حمد بن علي بن جرحب المري الذي يقدم مشاهدين العزاز، اللي يقدم الزبارة على المركز الأول. وصل بن شريم بدأ يتحرك مع الشايبة. سعد بن طالب بن شريم المري، شوف الاسم الجديد اللي وصل، شوف التحديات، شوف التغييرات. الشعار الغربية، الإعصار الغربي بدأ يتسلل، بدأ ينطلق مع التنافس والتحدي. الاثنين كيلو متر ولا زالت كذلك رسائل في قمة التنافس. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي يقدم رسائل من البداية، وهي تقدم رسائل الناموس، تقدم رسائل في التنافس مع الثلاث المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. عوده الى المركز الاول، عوده الى انذار تسيطر، تعطي الانذار الاخير. ناصر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم انذار على المركز الاول والمنافسه لها والضغط عليها ضغط شديد، اللي هي الزباره علي او حمد بن علي بن جرحب المري يقدم الزباره. وصلت في هذه اللحظات وعادت رسائل عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، ولكن الاسماء البقيه متقاربه وواصله. شوف الكم وشوف السيل اللي قادم. وصل سعد بن طالب بن شريم المري، ولكن شوف هني، يا سلام، الساريه اللي انطلقت، ساريه عبد الله بن جعفر بن مرخان اللي تنطلق بالمركز الاول، اللي تنطلق وعليها رقم واحد منطلقه مشاهدي، او رقم اثنين اللي هي الساريه، اللي هي سارية انطلقت في هذه اللحظات ووصلت مشاهدي العزاء الرابحة. سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، كل الأسماء وصلت، كل الله يعينكم، الله يعينكم يا مضمرين الكل.
الاول والمتر الاخير والاسماء كلها ارباع كلها متقاربه كلها والاوامر ما صدرت حتى هذه اللحظات. التكتيك رائع من الجميع ولكن الزباره على الصداره، الزباره في مكان الجداره. حمد بن علي بن جرحه بالمري مسيطره على هذه الاسماء وكل الشعارات. انذار في المركز الثاني ناصر بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث الشايبه سعد بن طالب بن شريم المري، المركز الرابع الساريه لعبد الله بن جعفر بن مرخان. هذه الأسماء خلاص الستمائة متر الأخيرة في مسار هذا الشوط. راح بو طالب راح بن شريم راح إلى المقدمة، سعد بن طالب بن شريم المري. الله الله يا بو طالب أشكرك. الشايبة ولا زالت الزبارة ولا زالت كذلك انذار، ولكن يبي النقطة الثانية بن شريم، يبي النقطة الثانية بشعار. والزبارة خطيرة ما صدرت أوامرها. يا سلام الأمتار الأخيرة، والله أن عنده صبر مالكها، والله أن عنده صبر، ولكن خلاص بن شريم راح بالنقطة الثانية. سعد بن طالب بن شريم المري، يا سلام الأمتار الأخيرة، ولكن خلاص تهانينا والناموس للمرة الثانية لهذا الشعار. وصل بن حمدة ياكم بن حمدة، ولكن خلاص بن شريم انتزع ناموس ليسجل النقطة الثانية لهذا الشعار مع الشايبة. تهانينا سعد بن طالب بن شريم المري في الأمتار الأخيرة، وصلت اللي هي سلطة لمحمد بن ناصر بن محمد الشندل اللي في المركز الثاني، والمركز الثالث الزبارة حمد بن علي بن جرحب المري في المركز الثالث. أما المركز الرابع انذار لناصر بن محمد بن زايد المنصوري، والخامسة اللي هي نشوى لراشد بن خلفان بالشاوي. عودة إلى التوقيت الزمني وهذه الشايبة. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس لسعد بن طالب بن شريم المري. 12 دقيقة و57 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعد بن طالب بن شريم المري على فوز الشايبة ولشعار مضمر القرن للمرة الثانية على التوالي. بينما المركز الثاني وصلت في سلطة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل اللي في الأمتار الأخيرة، وصلت في المركز الثاني 12 دقيقة و57 ثمانية أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث الزبارة اللي ما قصرت صراحة وأدت أداء جميل في هذا الشوط، 12 دقيقة و58 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالكها حمد بن علي بن جرحب المري. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت أثارت هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا.